بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر زراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. الحقيقة حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع مهم، وهو يعتبر موضوع الساعة. لكن قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة، بذكر حضراتكم كالعادة بالإجراءات الاحترازية. إصابات بالأمس كانت 941 حالة إصابة و69 حالة وفاة. الإصابات يا جماعة عمالة بتزيد، يعني احنا بنقترب دلوقتي من رقم الألف. أرجو من الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، في المواصلات العامة، يعني التباعد بقدر الإمكان، ده مهم قوي. الاهتمام بالصحة العامة وعدم التدخين وعدم السهر، كل ده مهم علشان نقي أنفسنا من فيروس كورونا، بالإضافة لأن الحرص على التطعيم. المواطنين اللي هم ما خدوش تطعيم حتى الآن، يا ريت يكونوا حريصين ان هم ياخدوا التطعيم، لأنه طبعا في قرار من الحكومة بالنسبة للعاملين في الدولة انه لازم الجميع يكون خد على الأقل الجرعة الأولى. موضوع حلقتنا النهاردة الحقيقة هنتكلم فيه عن الحيوانات الضارة بالزراعة. ما فيش شك كلنا تابعنا في الأيام الماضية السيول التي حدثت في محافظة أسوان، الحقيقة أدت إلى أضرار جسيمة جدا لأهالينا بمحافظة أسوان، سواء كان في الممتلكات أو في المباني، وأدت إلى ظهور بعض الحيوانات زي الثعابين والعقارب. هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، لكن هذه الكارثة التي حدثت في محافظة أسوان الحقيقة أظهرت المعدن الأصيل للشعب المصري. الحقيقة كل الجمعيات الأهلية طبعا والحكومة وكل المسؤولين والسيد المحافظ كلهم كانوا على قلب رجل واحد من أجل إنقاذ أهالينا في محافظة أسوان وتقليل الخسائر بقدر الإمكان. لكن احنا هنتناول هذا الموضوع الحقيقة من الناحية العلمية. ايه موضوع الثعابين والعقارب؟ ليه ظهرت بعد موضوع السيول؟ ايه علاقة الدب ده والبيهيفير او السلوك بتاع هذه الحيوانات هو عبارة عن ايه؟ لازم يبقى عندنا بعض المعلومات المهمة لهذه الحيوانات. لذلك يسعدني ان ارحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، الزميل العزيز الاستاذ الدكتور مجدي ويلسون، الاستاذ معهد بحوث وقاية النباتات قسم بحوث الحيوانات الضارة ورئيس مكون الحيوانات الضارة بالزراعة. برحب بحضرتك دكتور مجدي. اهلا بك يا دكتور حامد، وانا سعيد ان المنبر بتاعنا دوت دايما اوير بالاحداث اللي بتحصل، وبنصحح معلومات. انا شايف التقارير اللي بتصدر دلوقتي مع ناس مش متخصصه وبتتكلم عن العقارب، بتقول لك العقارب دي حشرات والعقارب دي مش عارف، يعني في حاجات متضاربه جامد جدا جدا في الصحافه بتحصل، انا مش راضي عنها مع القراءات وفي الموضوع اللي هو موضوع الساعه دلوقتي، نتيجه السيول اللي حصلت والعقارب ليه حصل في اوت بريك او انتشار لهذه ما هو الأرض. احنا دورنا بقى دكتور مجدي كعلماء في هذا المجال ان احنا نوضح لاهالينا او نصحح المفاهيم الخاطئه في هذا الموضوع. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا فوجئنا طبعا كان في استقرار في البيئه في اسوان، حدثت سيول شديده جدا، بعدها مباشره بدات تظهر العقارب واحيانا الثعابين. هو ايه الموضوع؟ الموضوع جاي من ايه؟ قبل ما نعرف الموضوع ده حصل ليه كده، الانتشار اللي حصل كده والناس حست بيه ليه؟ اولا لازم نعرف البيهيفير او السلوك بتاع الافه اللي احنا بنتكلم عليها. العقرب اساسا بيقعد تحت سطح الرمل، تحت القلاقيل والصخور والاحجار. لما جت المطر بكثافه عاليه جرفت هذه الاماكن اللي هو متعود يقعد فيها، البيوت بتاعته، اماكن ايواء، اماكن ايواء المساكن الشعبيه بتاعته. فحصل ان المياه جرفته لايه؟ للمنازل، للحقول، حسب سريان الميه ماشيه ازاي. فهو مش رايح اساسا، ده هو انجرف مع الميه والسيول، فابتدت تظهر المشكله ان الناس بقت تشوفه. ليه؟ العقرب اساسا نشاطه ليلي، مش ما يبانش بالنهار خالص، من طول ما الشمس موجوده هو بيقعد تحت الاحجار والقلاقيل، لان بيبقى فيه نسبه رطوبه من الندى بتاع بالليل، فهي دي المعيشه بتاعته، لازم تكون كده. لما جت الميه جرفته فابتدى يوصل الى اقصى مدى وصله الميه،
أقصى مدى وراح فين؟ راح الحقول الزراعية والمنازل الملاصقة للحقول الزراعية والمنازل اللي هي تحت السيول، لأن فعلا ما هي المنازل دي كلها كانت في مخرات السيول، فالمية وصلت لها مخرات السيول ديت، نزلت بقى كمية كبيرة من البيبوليشن والأعداد اللي كانت موجودة فوق وساكنة ومش باينة، نزلتها كلها، فابتدى الناس تشعر إن في هجوم جامد من العقارب. العقرب مش بطبيعته بيهاجم، العقرب زي أي كائن بيدافع عن نفسه. طب بيدافع عن نفسه، هو ما يعرفش انك انت هتهاجمه ولا مش هتهاجمه، وبالتالي بالحركة اللا إرادية بالذنب بتاعه بيروح ضارب أي حد يحتك بيه، هو خوفا على حياته وحب الحياة، هو دفاع عن نفسه. دفاع عن نفسه بالظبط كده. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا في مصر لو إحنا مثلا إيه هنلقي الضوء جامد على شوية على العقارب، بالنسبة للعقارب علشان هي حديث الساعة دلوقتي. وأنا بصيت لقيت في تقارير بتحصل علميا مش مظبوطة، خلاص يعني في ناس بتكتب كلام يعرفش اجتهادي. لا احنا نوصل للناس المتخصصين في هذا المجال ونوضح للرأي العام. احنا عشان كده عاملين اللقاء مع حضرتك بالظبط كده، نوضح للرأي العام السلوك بتاع الآفة ديت، وازاي هي بتسبب الضرر، والضرر بيتسبب ازاي، وايه هو العلاج اللي احنا نقدر نعمله، الاسعافات الاولية لغاية لما نوصله للاخصائيين والدكاترة ومراكز السموم، علشان نضمن ان احنا نسيطر على المشكلة. المشكلة اسهل مما نتصور، ومشكلة اسهل من الضجة اللي حصلت لها. انا معاك ان الضجة حصلت لها، لان ما كانش بيشوف كثافة العقارب كل شوية وكل ساعة، لقى مرة واحدة كثافة عالية جدا. والمصدر الرئيسي اللي طلع من سيادة المحافظ ان في 403 اصابة، ولم تحدث اي وفاة. حالة وفاة. تمام. رغم ان في تقارير صحفية قال كده، انما انا بقول لحضرتك وزارة الصحة والمستشار الإعلامي لوزارة الصحة أكد ذلك، وأنا فضلت أتحرى بدقة في هذا الموضوع، إن مفيش أي وفاة من جراء الحرب. تمام. وده مؤشر، ده اللي احنا بقى عايزين نقوله عشان ما نهيكش الناس. أيوة العقرب اللدعة بتاعته ما تأديش إلى الموت إلا إذا كان المناعة بتاعة الشخص ده ضعيف قوي قوي قوي. ولكن بتحصل مشاكل؟ بتحصل مشاكل. ليه؟ لأن السم بتاعه موجه للجهاز العصبي. فأول ما بيتقرص الشخص بيحصل العرق، وبيحصل ارتفاع في ضغط الدم، وبيحصل هيجان في الأجهزة، لأن هو السم أساساً ثلاث إنزيمات في السم ده. الكولينستريز والفوسفوليز والهايلوريز. الثلاث إنزيمات دول مش عايزين نخش في حتة علمية قوي، ان ايه اللي بيحصل في الجهاز العصبي. الجهاز العصبي بي بي بيشتغل على الصوديوم والبوتاسيوم والايونات، وده هو بيعمل خلل في هذه المنظومة ولخبطة من هنا بيبقى تصبب العرق والدوخة والضرر حرارة، مع ان الواحد حاسس انه خلاص حياته انتهت، بيبقى من الخوف دي بتأثر جامد جدا على ده. احنا لو سيبنا على فكرة القرصة لمدة 12 ساعة بيرجع لطبيعته تاني. حسب ما هو الناس ما تعرفش حسب مناعة من عشان ما نبقاش ان في هلا بالعقرب ده، ما هو مش عارف مناعة. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك في ده، بس مش عايزين نوصلها لدرجة الهلع للناس كلها عقرب قرصه يبقى ده متوقع ان هيموت دلوقتي، هيموت بعد ساعة. بس ناخد حذرنا برضو، ناخد حذرنا وناخد طرق الدفاع والطرق الوقاية اللي احنا نقدر نعملها. طيب احنا عندنا دلوقتي العقارب طلعت من الجحور وانجرفت مع المياه، راحة فين؟ راحة على تشاركني في المنازل. طب ما انا احافظ على البؤرة اللي انا قاعد فيها، هو نشاطه ليلي، انا ابتدي اعمل مقاومة وحائط صد للآفة ديت في المداخل. يبقى أنا ريحت دماغي من يعني في مدخل البيت، في مدخل مثلاً البيت وفي الشبابيك. خلاص. طيب هنعمل إيه؟ أيوة نمرة واحد قبل ما نبتدي في المبيدات، وقبل ما أنت دلوقتي، أنا عارف إن كل البيوت دلوقتي بقت تحط سلك اللي هو سلك النملية اللي هو بيمنع دخول الحشرات. انت لو عملت المباني، وانا عارف ان المباني الجديده كمان في اسوان اللي هو تحت السيل، وكله بيحط اسلاك من الاول خوفا من التعابين و من الحاجات المؤذيه.
فده أول حاجة إنك تعمل سانيتيشن أو تعمل وقاية للمنزل بإنك أنت تكون محاوط شبابيك والبيبان سلك. هو نشاط ليلي، أنت تبقى عارف ما يعبرش عليك أو يخش البيت في الليل، تاخد حذرك من الحتة دي قوي خلاص. طيب العقرب حركته بطيئة، يعني وارد جدا إن احنا نقدر نسيطر عليه، الحركة بتاعته بطيئة، دخوله جوه المساكن بطيء، فأنت تقدر برضو تستكشف دخوله. طيب العملية تخوف يا دكتور مجدي، مش بالبساطة هي خوف، هي خوف يعني أي حد مش متعود على الوضع ده أكيد هيبقى خايف يعني ومذعور. أنا معاك إنها بتوصل للهلع عشان إحنا ساعات بنجهل، إحنا عارفين الأفة دي بتضرب وبتعمل موت وبتعمل ده هلع. ومن هذا عقرب كبير، عقرب صغير، عقرب نوعه إيه، أنا معاك. إحنا عندنا في مصر 12 نوع من العقارب، من أول الجيزة لغاية أسوان هو العقرب الأصفر اللي هو بنسميه اليلو إيجيبشن. صرف النظر على الأسماء العلمية مش مشكلة. يعني أنا بقول لك بس عشان في ناس متخصصة تبقى عارفة الموضوع. العقرب ده من أشد العقارب في السمية، أنا معاك، لأن كمية السم اللي هو بيتركها برضو كتيرة. طيب هو من الجيزة لغاية أسوان لأن هو وجه قبل كله في العقرب ده، العقرب الأصفر ده. ما بنتش الهيصة ديت إلا لما حصل إزعاج للعقرب خلاه هاجر مساكنه وابتدى يخش في بيئة تانية، بقى ملاصق للناس، فالناس قالت ده فيه هلع وفيه، وبعدين ما فيش الوعي للتعامل مع أفة زي كده، فعشان كده حصلت إصابات. أنا برضو مش عايز أخوف الناس، الإصابات الألم بتاعها جامد زي الحمى بالظبط، تحرك وسخونية في الجسم وهفقان في التنفس والقلب ضرباته شديدة، إيحاءات أي واحد تخوفه طبعا وضع طبيعي. طيب سريان السم بتاع العقرب في الجسم بطيء، احنا لازم نعمل ان احنا نبطئه اكتر. بمعنى ان هو لما بيتلدع هو ايه اللي بيحصل، هيمشي مع سريان الدوره الدمويه خلاص. انا احاول ابطئ سريانه الدوره الدمويه ان هو يخش في السايكل كله في الدوره الدمويه ويلف لفته. طيب اعمل عن ايه؟ اول حاجه لازم نربط فوق مستوى القرصه اللدغه. دي اول حاجه. دي مسافه قد ايه؟ بمسافه 3 سم 4 سم ايا يكون، حتى 5 سم زي ما يقدر في الحته اللي هو هيربطها يقدر يربط. اربط جامد. اربط جامد. الناحيه الثانيه ان انا اجيب تلج. طبعا الربط ده مؤقت لغايه ما اوصل لمركز السموم. طبعا ده يعني اللي انا بقوله، انا بقول مش علاج، انا بقول دي اسعافات اوليه. سريع بعمله. اسعافات اوليه ان انا ما اخليش الحاله تتدهور ويحس بالاعراض اللي انا قلتها دي كلها. تاني حاجه ان انا بجيب تلج واحطه على مكان اللدغ. ليه؟ عشان ابطئ الدوره الدمويه في هذه المنطقه. يبقى انا بقلل من انتشار الترياق والسم بتاعه لاجزاء الجسم كلها. ده اللي يقدر يعمله. بعد كده بيروح لمراكز السموم. بالنسبه لمراكز السموم بيذكرني ان لجنه مبيدات لافات عملت من 5 سنين، قعدنا 3 سنين بروتوكول تعاون ما بيننا وبين وزارة الصحة، وكان قايم على هذا البرنامج دوت الدكتور جهاد أبو العطا من كلية الطب، أستاذ الصحة المهنية بكلية الطب القصر العيني، وأنا كنت بمثل الوزارة ومعانا معيد في كلية الطب جامعة القاهرة. كنا بنعمل دورات تدريبية لإنشاء مراكز للسموم، نفهمه ده لو اتقرص بتعبان، ده لو اتقرص بعقرب، ده لو كنا مش قرصات بس ولدغات، لا، وتعامله مع المبيدات كمادة كيميائية بيجهل العلاج ليها. أهلنا الناس دي، كنا بندي 3 أيام للأطباء. يعني لجنة مبيدات الآفات الزراعية عملت دورات للأطباء في وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالات. وده دور الحقيقة برضو من الأدوار المهمة جدا اللي بتقوم بيها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وهي غير معلومة للمواطنين، لكن ده دور أهو بتقوم بيه وزارة الزراعة، لجنة مبيدات الآفات الزراعية للحد من
خطورة مثل هذه الآفات. طبعا لازم نحيي اللجنة ونحيي الأستاذ الدكتور أستاذنا الدكتور محمد عبد المجيد رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى عبد الستار، الدكتور محمد صالح، الحقيقة كلهم ليهم دور كبير في هذا الموضوع. طبعا الدكتور محمد عبد المجيد اداني الضوء الأخضر ورشحني أن أنا أبتدي أشتغل بروتوكول التعاون مع بيني وبين وزارة الصحة متمثلة في الدكتور جهاد أبو العطا أستاذ الصحة المهنية في كلية الطب جامعة القاهرة، وعملنا دورات تدريبية في معظم المحافظات. احنا تقريبا غطينا 18 محافظة. كنا بناخد الأطباء ونديهم دورة 3 أيام مكثفة، لأنهم هناك في النظام كان في مراكز سموم بنسبة بنفتحها فبنعد فيها الكادر اللي يقدر يتعامل مع المبيدات واللدغات العقارب والتعابين. لان هو الطبيب يا دكتور مجدي برضه بالمناسبه يعني هو بيعالج بس، لكن ما عندوش فكره عن بيهيفير الافه دي يتعامل معاها ازاي. بالظبط كده، وخصوصا كمان مجاميع المبيدات والتوكسيكولوجي وعالم المبيد والتسمم والحاجات ديت. فانا بحيي من هنا الدكتور محمد عبد المجيد بجد، هو الرائد في هذه الفكره واتطبقت. قعدنا 3 سنين غطينا 18 محافظه من بتاع، عملنا لينك ما بيننا وما بين الاطباء، عملنا مراكز سموم. هي بقى دي اللي فادتنا ان احنا دلوقتي نقدر دلوقتي لما تحصل اي حاجه جائحه زي كده نقدر نسيطر عليها، لان الناس هناك مدربه وشافت ازاي احنا بنعالج الموضوع دوت. طبعا الاطباء اللي كانوا معايا كانوا ليهم رؤيه في الانتيدوت والحاجات الطبيه اللي هيدوها. انا كنت بتكلم عن البيهيفير وسلوك الافه ديت وازاي نتفاداها مع الوقايه وازاي نكافحها. يعني احنا تخصصنا الاولاني ان احنا ازاي نكافح هذه الافات، ازاي نخليها. طبعا انت في معلومه علميه ان انت ما تقدرش تعمل إريديكيشن او استئصال لكائن حي ربنا خلقه، ولكن انت بتعمل توازن بحيث ان الكثافه العدديه ما توصلش انها تنتشر بصوره وبائيه. يعني هي العقارب ما انتشرتش بصوره وبائيه، هي العقارب انت طلعتها من البيئه بتاعتها ركزتها على المنازل فالناس شافتها بالصوره دي. دي مش هي دي الطبيعه، ده انجراف المايه. لكن هي كانت مستقره في البيئه بتاعتها، مستقره في البيئه بتاعتها، مفيش مشاكل خالص خالص. من جراء هذا الانجراف حصل ان تزعم البوبيليشن كله والكثافه ظهرت، فالناس قالت لك ده هلع وبتاع. لا، ده كائن موجود وكائن هيعيش وبيعيش وليه فايده برضه في البتاع. اولا هو اكل حشرات، يعني هو بيخلصني من 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 بعض الافات الزراعيه في المحاصيل. يبقى هو ليه دور في البيئه، ليه دور مفيش حيوي. افه مفيش دور افه حيوي. ملهاش دور طبعًا. ليه دور حيوي طبعا. وهو برضه في كائنات بتتغذى عليه واعداء حيويه، القط البري وبعض الحيوانات الصحراويه كلها لما بتشوف عقرب اولا بتضربه الاول، بتضربه على طول. هو ضعيف لانه بطيء الحركه خلاص. وبعدين في ناس تقول لك هو لا، ايوه الحيوان ياكله ما يحصلوش حاجه، وانا لو اكلت عقرب مش هيحصل لي حاجه، لان ده مش سم معوي. عشان بس نفسر دوت، لو دخل العقرب بسمه الى المعده، الانزيمات اللي موجوده في المعده بتكسر الانزيمات بتاعته اللي هي السامه اللي انا قلت عليها، الثلاث انزيمات اللي هم بيشتغلوا على الجهاز العصبي، وبيفقد القدره على الفعل بتاعه. فاذا هنا احنا بنخاف من ايه؟ بنخاف من لدغات هذه كون ان حصل ظروف بيئيه غير معتاده هي اللي عملت هذا الهلع. طيب احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نبقى عارفين المقاومة بتاعته ازاي؟ الوقاية منه ازاي؟ ما نلاقيش فيه اي هلع ولا فيه اي، ده كائن ضعيف جدا. النقطة الأهم يا دكتور مجدي كمان المساكن والإنشاءات والبيوت اللي كانت في مخرات السيول، ما هو مش المفروض مخرات السيول يا جماعة يكون فيها ناس عايشة ومباني وبتاع، ولكن طبعا هيتم تدارك هذا الخطأ يعني. لا، وأنا شايف إن الدولة دلوقتي بقت تعمل الحياة السكن والقرى دلوقتي بتبقى حياة كريمة. واعتقد ان الحته بتاعت مخرات السيول والحاجات دي هتاخد دور جامد جدا فيها. لان مخرات السيول برضو صعبه جدا 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 في حاجات كتير قوي. لان وانس ان احنا شفنا العقارب، لا المخرات خطوره جامده جدا، والمساكن اللي هناك الميه نفسها والمساكن هناك عشوائيه بتشيل كل حاجه، المساكن هناك عشوائيه والميه بتجري في حاجات كتير. فده يعني ده جايه في الطريق هذه المساكن. اللي انا عايز اقوله ان احنا طب احنا ايه الوقايه ان احنا نعمل
مكافحة لهذه الآفة عند انتشارها. يعني أنا قلت نبتدي بالحاجات اللي هي الوقائية، اللي هو احنا نعمل سلك على البيوت، ودي بالطبيعة هناك معظم البيوت عاملة كده. طيب أنا ظهرت لي الآفة دي وعايز أحمي المكان بتاعي، احنا عندنا مبيدات في السوق، مبيدات بودر، مبيدات تختلف المجاميع بتاعتها، مجاميع المبيدات عندنا ثلاث مبيدات مشهورين، انا مش بعمل دعايه ولا حاجه ولكن بتكلم على الاسم العلمي، الملاسيون والسومسيون والدايزيانون. ملاسيون والسومسيون 10% بودر، بنعمل مصاحيق ممرات على العتب وعلى المداخل وعلى الشبابيك، بحيث ان لما تمر هذه الافه فيها. انا كان ليا دور كبير جدا سنة 95 في أوبرا عايدة لما كانت بتحصل في الأقصر، وكان الأمن بيعسكر في الجبال وبتاع، كنا بنروح أنا وأستاذنا الله يرحمه الدكتور حسن الديب، وكانوا بيستعينوا بينا إن إحنا نعمل وقاية لكل الصحراء اللي بتعسكر فيها الجنود المحيط والمراكز الأمنية، خوفا من التعابين والعقارب وهكذا. وعملنا مكافحة جميلة جدا جدا، ودربنا ناس هناك بحيث ان هم يبتدوا يشتغلوا لما تحصل حاجه زي كده في الصحراء. بقينا نعمل مصاحيق الممرات، وبعد مصاحيق الممرات كنا بنرش نفس التركيب الكيميائي للمبيد اللي هو الباودر السايل منه، علشان ما يحصلش فيه انجراف من جراء الرياح. فكانت بنعمل بنثبت المبيد نفسه على جزيئات الارض. وكنا يعني كان اعداد كبيره جدا 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 من العقارب كانت بتموت من جراء كده، لان هو بيخرج بالليل من تحت الصخور والاحجار وبيبتدي يدور على اكله، مش بيدور ان هو يلدغ، هو بيبتدي يدور على اكله. حكايه اللدغ دي دفاعا عن النفس، مش سمه فيه ان هو بيعملها وهو رايح جاي يلطش كده، لا ده هو اساسا اكله اكل حشرات، ولكن هو بيعمل كده لما بيخايف فيه هجوم دفاع عن النفس، فبيعمل الحركه ديت وبينزل السم بتاعه، لان هو برضو عنده الفريسه بيعمل فيها كده، الفريسه بيضربها عشان يشل حركتها عشان ياكلها، وما بيقدرش ياكل شيء متحرك كده طبعا. فهي دي خط الدفاع بتاع الصيد بتاعه كده، ان هو يضرب الافه يشل الافه يبتدي ياكلها، والعقارب عندها قدره على انها تمتنع عن الاكل بتوصل لست شهور وسبع شهور. طبعا. وانا فاتني ان اقول لحضرتك ان زوج من العقارب بيجيب من 50 فرد ل 100 فرد ولاده في مده قد ايه؟ لا يعني في موسم التزاوج. هو بيجي ليه مره واحده في السنه بس. شوف الزوج بيجيب 100 فرد. 100 فرد صغير عقارب، وانس انها تقعد 3 4 شهور بقت قادره. الاول بتفضل واشيه على ظهر الام على طول في التجولات كله، بيبقى الام ماشيه والاب والجوفينايل او البتاع شابكين فيه كده، احنا كنا بنشوف المناظر دي. طيب هو عمره انت في الربيع العقرب تقريبا يقعد 7 سنين 8 سنين. 7 سنين. بس احنا بقى في فلسفه المكافحه، لو احنا بنعمل برنامج مكافحه بنبتدي نكثف شغلنا قوي في الربيع ده. موسم التزاوج ليه؟ انا لما اضرب الام قبل الولاده يبقى انا ضربتها هي يوميه. بعد الولاده برضو مباشره في خلال الشهرين اللي هم ملتصقين بالام والاب على ظهرهم، يبقى انا بضرب الاب والام والجوفينايل اللي هيبقى سورس بعد كده. خلاص. فدي مفهوم المكافحه، ان انا يبقى اوير قوي وعندي وعي جامد جدا 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 بنظام التوالد بتاعه قد امتى، الوقت اللي انا اضرب فيه كده وابتدي اكافح امتى. احنا لو مشينا بهذه الطرق ثق تماما ان احنا هنحافظ على الكثافه العدديه للعقارب، انها ما تنتشرش الانتشار دوت حتى لو حصل اي خلل في البيئه نتيجه سيول، نتيجه اي حاجه، انها هجرت من مكان معيشتها الى مكان اخر. هي البيئه المناسبه دي ايه؟ عباره عن ايه؟ هل بيئة صحراوية؟ أيوة ولا أيوة بيئة صحراوية العادية؟ بيئة صحراوية ولا الأماكن اللي فيها نسبة رطوبة عالية ولا إيه بالظبط؟ هي بيئة صحراوية، بس هو يندرج تحت الصخور واللقالق اللي في الأرض. ليه؟ عشان نسبة الرطوبة من الندى بتاع بالليل بتبقى عالية، وهو نشاطه كل ليلي، فهو ما بيطلعش، مش معرض لأشعة الشمس المباشرة خالص، كل نشاطه ليلي، وفي الليلة الندى اللي بيحصل هو اللي بيرطب له المسكن بتاعه، البيات بتاعه طول النهار تحت الحجارة. وانس ان الشمس راحت بيبتدي هو بالليل ينشط،
بحثاً عن الغذاء، مش بحثاً إن هو يلدغ حد. فهو بيلدغ مين؟ بيلدغ الكائن اللي هو عايز يأكله، الحشرات اللي هي حواليه في البيئة بتاعته علشان يأكله. بس إنما دوره بقى هو في البيئة إنه قلب وعمل لدغات للناس، دي جاية حاجة عارضة، مش هو ده هدفه، مش ده التارجت بتاعه، لا ده هو علشان حصل قلق شديد وديسبرنس جامد في المعيشه بتاعته، فهو ابتدى اتنقل لمعيشه تاني، فاي كائن معين قدامه مش واعي كده هيتعامل معاه. انما هو مش بيهاجم، هو مش ما عندوش هجوم على طول، عمال على بطال. يعني نطمن اهالينا في اسوان انه يعني مفيش داعي للخوف الشديد زي ما حضرتك قلت، او الهلع المبالغ فيه، الموضوع ممكن نتعامل معاه ببساطه والامور تعدي لغايه ما يحصل استقرار في البيئه في اسوان. وحتى يعني برضو في الاسعافات الاوليه، لو هو في قريه وما فيهاش حاجه، في مركب الفينوباراتال ده 1.5 مللي جرام لكل كيلو جرام، بيتاخد علشان يهدي الاعراض ديت ويبقى انتي دوت للترياق اللي دخل ده، لو في حته ما فيهاش مركز سموم عقبال ما يروح مركز. انا بقول انك انت تحط التلج على مكان اللدغه، تربط مكان اللدغه، توصل لمراكز السموم. مراكز السموم دلوقتي وزاره الصحه مع لجنه المبيدات فتحوا مراكز سموم في كل مستشفيات المحافظات، وفي مراكز مختصه مركز سموم بس من غير مستشفى، وكلهم بقوا مدربين وعلى مستوى عالي جدا 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 للتعامل مع الحوادث ديت. حوادث مبيدات، تسمم مبيد، حوادث لدغات بتعابين، مش بعقارب بس، بتعابين، بكل دوت ناس مدربه، دكاتره على مستوى عالي. زي ما انا قلت لحضرتك ان لجنه المبيدات عملت برنامج تدريبي كامل ببروتوكول تعاون ما بيننا وما بين وزاره الصحه، قعدنا فيه 3 سنين مع الدكتور جهاد ابو العطا وانا، وادينا كورس كامل للدكاتره 3 ايام، كورس كامل للممرضات والمسعفين، لان هم دول اللي بيقابلوا الحاله قبل ما تروح للدكتور في البدايه، فيعمل اسعافاته الاوليه، مدربينهم على اسعافات الاوليه اللي انا بقول لحضرتك على حضرتك عليها ديت، ان هو بيربط المكان، بيحط تلج لغايه لما يوصل لمركز السموم، بيتعامل الطبيب المختص بالادويه والجرعات المناسبه، والموضوع اسهل من الهلع اللي احنا فيه. وانا بطمن الناس ان سم العقرب مش بالضروري يكون مميت، ده نسبة ضئيلة جدا 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 اللي يحصل فيها وفيات. انا ما بقولش، لا انا بهدي، لا انا بهدي الناس، مش لدرجة الهلع، لا مش أنا مش بنفي، احسن الناس تفهم كلام حضرتك ده انه يعني ما تقلقش، يعني لا حتى لو العقرب لدغك يعني لا برضه تروح مركز سموم بالزبط. بس انا بقول ان في مسافة كبيرة جدا ما بين وقت اللدغ وانها توصل لكده، المسافة دي بتقعد 10 ساعات، ممكن انك انت في العشر ساعات عندك، لو المكان اللي انت فيه قرية او نجع بعيد ما فيش، هتديك مسافة انك انت توصل لمركز سموم. يعني المهم المواطن يتحرك بالظبط كده، بالظبط كده، من غير هلع، لان انا بقول لك سريانه هيبقى في الجسم بطيء جدا. من اجراءات الاسعافات الاولية اللي انا بقول عليها، اول حاجة الربط والتلج، اهم حتتين مهمين جدا جدا جدا. التلج ده لغاية لما تروح مركز السموم او تروح المستشفى عشان تتعالج، عشان ما تضخمش في العملية، وعشان الانتيدوت اللي هيديهولك يشتغل بسرعة. تمام. طيب ننتقل للثعابين، لان برضو هي نفس المشكلة بدأت تظهر الحقيقة. بس قبل ما ننتقل للثعابين، هل موضوع تبطين الترع يا دكتور مجدي ليه تأثير في انه ظهور العقارب برضو والثعابين؟ لا لا لا، لانه مش انا اعتقد مش برضو حضرتك عارف البحور اللي بتبقى موجودة في على جانبي الترع برضو، وممكن لا دي تعمل مع الفران، تعمل مع انما العقارب لا، العقارب ما بتروحش الحته، العقارب ما بتروحش الحته نسبه الميه فيها جامده جدا، لا وهي لما هربت، لما الميه جت وانجرفت ما عادتش في مكانها، ما تشبستش، انجرفت عشان تروح حته رطبه، بس مش لدرجه ان هو يغرق، فاهم حضرتك؟ طبعا. وهو عام على وش الميه لغايه لما يشوف له بيئه تاني يحوش تحت الحجاره بتاعه، لان هو لازم في النهار في طلوع الشمس يستخبى ويتوارى من ضوء الشمس. لازم هو مش من الكائنات المحبه لارتفاع درجه لا 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 لا، حتى لو في كائن ليلي، ايوه هو كائن ليلي، حتى لو في درجه حراره، ما هو احنا عندنا جنوب الصعيد كله درجه حراره عاليه، وعشان كده هو بيفضل قاعد تحت الحجاره والقلائل علشان يحمي نفسه من الشمس، ونسبه الرطوبه اللي موجوده من جراء الـ الـ من جراء الـ الـ
بخار الماء اللي موجود بالليل موجود. والشبوره اللي بتحصل هو بيستفيد من ديت وشغله كله نشاطه ليلي. طيب ننتقل لموضوع الثعابين. بص بقى موضوع الثعابين بيختلف خالص. ليه؟ موضوع الثعابين احنا عندنا انواع من الثعابين معظمها مش سام. بس انت عشان تقول ده سام وده مش سام لازم تكون متخصص قوي 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 في تصنيف هذا النوع. فمش كلنا عارفين كده. الشائع في مصر ابو السيور. ابو السيور ده مش سام. ابو السيور ولكن مجرد ما انت اسمه تعبان انا ما اعرفش ان اسمه ابو السيور ولا كانسان عادي طبعاً. يحصل هلع وبيجي لنا شكاوي وبنروح وبتاع ومش عارف. في السلوكيات التعبان في تعابين تقدر تاكل بيض وفي تعابين متغذيه على الفئران وفي تعابين بتتغذى على الحشرات. اذا انت ما انتش عارف عشان تعرف النوع عشان تعرف تكافح فانت ما تبقاش عارف. ولكن بمجرد ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا بيجي لنا شكاوي كتير جدا 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 وهلع. في حاجه اسمها ديدان ثعبانيه دي لا تمثل صله بانواع الثعابين. واول ما يشوفوا كده تعالى احنا عندنا تعبان ولد تعبان والتعبان ما بيولدش تعبان بيبيض. بيفضل مش بيبيض هو بيفضل التعبين التعبان التعبين جواه خلاص وساعه الفأس بتطلع من جواه يعني هو بيحتضن البيضه بتاعته جوه. فبيقول لك دي بتولد. اول ما بيشوفوا تعابين صغيره هو مش عارف هل ده تعبان ولا ديدان ثعبانيه. دي الديدان الثعبانيه دي زي دي دوت الارض مفيده للارض تعمل تهويه الارض واحنا عارفين قصه التعبان. فبرضو احنا المعلومات البيئيه لهذه الافات لعامه الناس مش كافيه. التعبان تعبان التعبان يبقى بيقرص طبعاً التعبان يبقى كذا ما فيش حد مش هيقدر انه ما يخافش من التعبان بالظبط كده. لا رغم ان الاعلام برضه بيلقي الضوء جامد جدا على يعني في برامج انا يعني برنامج عالم الحيوان ده يعني قبل ما انا في التخصص بتاعي ده علمني حاجات كتير جدا وكنت بعرف ده التعبان طبعاً. يعني برضه لينا الاعلام لازم يلقي الضوء على الحياه بتاعه الحياه البريه. الحياه البريه صح. الحياه البريه دي مهمه جدا جدا جدا. دي ثقافه ان الكائنات دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لمهمه طبعاً لوظيفه وربنا بالزبط. سبحانه وتعالى حصل توازن بالزبط. ما بين اي احنا اللي تدخلنا زي ما حضرتك بتقول انه من ضمن الكائنات اللي بتغذى عليها الثعبان فئران بالظبط كده. انا لو قضيت في محافظه معينه على الثعابين بصوره جائره هتظهر لي مشكله الفئران بالظبط صح بالزبط. واعتقد دي حصلت. لا لا حصلت في احدى المحافظات اعتقد يمكن في المنيا ولا حاجه في المنيا كان برضو في سنه من السنوات يمكن من مده طويله جدا تم القضاء على الثعابين ظهرت مشكله الفئران بالظبط. ده توازن بيئي يا جماعه ربنا خلقه يعني لا يضر بالانسان على فكره ولكنه مفيد للانسان. التوازن البيئي ان كل كائن ليه كائن عليه هو ياكل بحيث ان المنظومه في اتزان بيئي ما بين كل الاحياء اللي ربنا خلقها. انما احنا بنتدخل وبنخش بمبيدات بنموت حاجه على حساب حاجه ما هو التاني لازم يعيش. يعني احنا بتحضرني بقى القصه بتاعه العصافير في الصين لما العصافير ما بتقدرش تطير اكتر من 15 دقيقه وهم عارفين كده فقعدوا يطبلوا كلهم بالدفوف لاكتر من تلت ساعه راحت العصافير كلها وقعت وماتت. ابتدى الاكتوبارازايت والطفيليات المصاحبه اللي كانت العصافير بتغذى عليها اللي كانت عصافير لا واللي كانت على جسم على جسمها اللي كانت على جسم العصافير ابتدت تعمل وباء. فمش بالضروري انا اخش في المنظومه ربنا عامل فيه توازن فيها وانا في العب فيها كده دكتور ماجد كده عارف عندنا أيوه برضه أيوه في الحشرات أيوه انا مش بالضروره اقضي على افه لان ده مستحيل يعني مستحيل. ولو حصل زي ما حصل بتحصل في كارثه بيئيه ان انت بتعمل حاجه أكيد على حساب حاجه أكيد. فده اللي انا عايز اقوله ان احنا في منظومه اتزان بيئي ربنا خلقه لنا. صحيح احنا بنتدخل لما في افه تضرني وتضر اقتصادي ببتدي اخش زي الافات الزراعيه اللي بتحصل انا مش ضد ديت ولكن انت ما تقدرش تعمل اريديجيشن او استئصال لكائن ربنا خلقه ما ينفعش خلاص. ولكن انا بخليها للمستوى اللي الناس ما تشعرش بالضرر الواقع عليه. وعشان كده التعابين انواع كتيره ده معدي 1700 نوع وحسب المكان. يعني مثلا تشوف مثلا في امريكا انواع خلاف انواعنا
الانواع اللي هنا منتشره عندنا مثلا بتاع 8 انواع ما بين ابو السيور وما بين الطريشه وما بين الكبرى. اظن الكبرى ده سام. طبعا سام. والطريشه طبعا سامه. وبتختلف بقى السلوك الغذائي بتاع ده لكل نوع مختلف. يعني انا في المكافحه ممكن احط, احنا ساعات بنحط في المكافحه طعوم مسممه, نجيب بيض وبالابره اسحب الزلال بتاع البيض واعمل له اي ماده اكيوت بويزن سميه حاده زي التينك او الفوسفيد الزنك او ايا كان, وبعملها وبعدين احقنه تاني وتفضل, وبعمل علامه عشان ما حدش يستخدم هذه البيضه وبنشوف كده, تجيب نتائج فعاله جدا جدا جدا. طيب انت عشان تعمل كده لازم تكون عارف نوع التعبان اللي موجود. قد يكون نوع التعبان اللي موجود ما بيتغذاش على البيض. صح. طيب بنعمل برضو سيل لير من الـ من الـ من الـ من المبيدات اللي هي بالكونتاكت بالملامسه تأثيرها بالملامسه. بس ببقى عارف هنا التعبان الران واي بتاعه او المسار بتاعه ماشي منين لمنين, ببتدي انا ارش حاجتي واعمل وقائي والتعبان بينشف فعلا من جراء الكونتاكت مع المبيدات الباودر. الطريشه كده لان الطريشه بتمشي على حرف اس, لازم برضو انا اعمل تراكنج باودر. ما تنفعش انت تاكلها حاجه. وانا بتحضرني قصه ان انا جبت طريشه انا والدكتور حسن الديب من اسوان, وجبناهم في العلب بتاعه الفسيخ ولحمناها عشان برضو الطيران والحاجات زي كده, وجينا في المعهد حطيناها في جار من الزجاج, وقعدنا نجيب له بيض ما اكلش بيض, فضل يعمل, جبنا له فار البينورات الفار المعامل, فضل الفار مش يسكت بقى يجي على دماغه مش عارف هنا هنا هنا, وراحت. انا شفت الاعراض التسمم بتاعته الطريشه, وده لو الفيلم ده انا كنت مسجله كان يبقى حاجه رهيبه. وراحت ضربه النبين مره واحده في الفار, الفار ازرق وصرخ صرخه وراح حط على طول. فدي من خطوره التعبين والطريشه. الطريشه ما تهاجمش. هو الطريشه بتعمل ايه؟ الطريشه بتقعد في الرمل وهي لونها لون الرمل, وبتعمل زي حلقات كده ويا دوبك راسها اللي باينه ومنغمسه في الرمل وهي لون الرمل. بيجي حد هو ماشي وانس ان هو بيمشي فبيدوس عليها على طول بتروح حاطه النبين. برضه هنا بنقول على طول اول ما يحصل كده لازم نربط نفس نطلع الحكاية. الانياب بتاعته نعمل عمليه بذل للجرح الى ان يروح مركز للسموم. انا كل ده بطول المدة ما بين سريان السم جوه الجسم. الطريشة الكبرى لا ليها حذر تاني. الكبرى ما تضربش بالمواجهة كده انها تضرب الانسان, لا. الكبرى بتنشن السم زي الخرطوم على العين, وهذا التسمم على العين, ويحصل امتصاص لسم الكبرى من جراء انها رشت السم على الوش وبتركز قوي على الوش. عشان كده انت لازم يكون معاك نظارة وانت ماشي في صحراء, لازم تكون لابس كوزلك اللي هو زي البوت كده. ولازم كل دوت يكون وقاية, طالما انت شغلك هيتطلب منك انك انت تمشي في اماكن صحراوية. الكوزلك والحاجات دي وقاية للطريشة انها تضرب الرجل. النظارة حتى لو مش نظارة نظر, النظارة بتاعت ال نظارة وقائية علشان الكبرى. احنا بنخاف من الاثنين دول, والاثنين دول بينتشروا في الصحراء بتاعتنا سواء الصحراء الغربية او الصحراء الشرقية, دول اللي بخاف منهم. بعد كده التعابين كلها التانية ابو السيور وبتاع ده انا ما بخافش منه لان هو مش ضار. ايوه ما هو بس المواطن انا قلت كده السيور ولا الكبرى ولا كذا, انا قلت كده مش خبير في انواع الزواحف يعني. انا قلت كده في اول حديث ان هي بيحصل هلع يعني اي حد على فكره يعني. وبعدين انا اطمن الناس, انت لما تشوف اي افه وبتاع ما يحصلكش الهلع. الهلع وهرمون الخوف اللي بينتشر وبتاع دي بتديك فرصه ان العدو بتاعك بيعرف انك انت كده فبيسيطر عليك. دي مهمه جدا 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 المساله دي. انك انت تتماسك. صعب يا دكتور مجدي, حضرتك بتتكلم على نقطه صعبه, حركه لا اراديه يعني طبعا. اي مواطن هيشوف تعبان مش هيخاف,
هيشوف عقرب مش هيخاف. يعني حضرتك بتتكلم وانا متاكد لو حضرتك برضو كده ممكن يعني هتصدم. احنا قابلنا حاجات زي كده كتير انت عارف يا ريس، كان شغلنا كله في الصحراء وبتاع، فقابلنا الحاجات دي. فممكن الواحد اول مره يبقى فيها وضع طبيعي انه انا معاك في كده. انا طبعا لازم انتهز فرصه وجود حضرتك معايا، مش ممكن اعديها يعني، واتكلم على الفيران بقى، لان طبعا وانتوا دوركم كبير جدا في مكافحه هذه الافه، لان الفيران الحقيقه من الافات الخطيره اللي بتؤذي الانسان وبتؤذي طبعا زراعتنا ومحاصيلنا المختلفه. علاوه على انه بصرف النظر عن النواحي البيئيه، الفيران موجوده في معظم البيوت وفي معظم العمارات، وما لهاش علاقه بمنطقه يعني عاديه او منطقه كذا، يعني في كل الاماكن ونبص نلاقيها موجوده في المناور وكذا وكذا. نتعامل ازاي معاها؟ وبرضه يا ريت بص يا دكتور يعني حامد، قبل ما اقول لحضرتك تتعامل معاها ازاي، احنا كان عندنا فكر كده ان وزاره الصحه ليها دور في مكافحه الفيران في البيوت، ووزاره الزراعه ليها دور في مكافحه الفيران في الحقول. طبعا ما بقاش في هذا الفصل. الفار بتاع الحقل بيخش البيوت، بيوت المزارعين، حصل تداخل. فما بقاش في هذه حته التخصص ده بتاع ايه وده بتاع ايه. طالما احنا كلنا ماشيين في منظومه واحده، كلنا بنكافح افه خطيره على المستوى الشعبي ومستوانا، لانها بتعيش في الحضر وفي القرى وبتعيش في المدن، فدي افه موجوده. طيب مشكلتنا مع الفيران ان الفار في التكاثر بتاعه سريع جدا. كل 21 يوم ليه حضنه، الحضنه بتاعته بتبقى تتراوح من 4 فيران ل 12 فار. ايوه البطن الواحده، الولده الواحده. وبعدين الانثى، الانثى ليها انها لو ولدت النهارده ممكن تحبل في نفس يوم الولاده، لان الدوره الشهريه بتاعت اناث الفيران على 14 يوم، نص دوره خلاص. وهي دي ماملز يعني، ديت حيوانات، بس هو طبيعتها كده. طيب انت لو مش ضاغط على مساله مكافحه الفيران ديت، هتيجي في سنه من السنين، لانك انت هقول لك رقم مرعب شويه. لو في زوج فار انثى وذكر يعملوا 1956 فار في السنه. البتاع ده معمول متواليه هندسيه، ده فيها بثمانية بس على نهاية السنة، يعني مفيش أي مكافحة، مفيش أي موت طبيعي. وعشان كده العدد ده بيطلع، وده عالم أمريكاني كان عامل المعادلة ديت فعلا، حسبها معادلة هندسية فطلع فيها هذا الرقم. مكافحة الفيران سهلة جدا جدا جدا. احنا عندنا نوعين، عشان انا شايفك مستعجل على الحلقه. هي احنا عندنا نوعين من المبيدات، مبيد اكيوت بويزن هوفس فيد الزنك دوت، ده ما يستخدمش جوه المنازل، بنستخدمه بره المنازل، ما يستخدمش في محطاتهم. عندنا في المسيلات نوعين، نوع سنجل دوز اللي هو وحيد الجرعه، ونوع متعدد الجرعات. وحيد الجرعه ده من اول الجرعه بيموت بعد 4 ايام، متعدد الجرعات بياكل 4 ايام عشان يموت بعد 4 ايام. هتقول لي طب واحنا ليه بنلف اللفه دي؟ عشان لو حصل حاجه، صفه المقاومه للسنجل دوز اللي هو وحيد الجرعه، مفيش مبيد في مصر هينزل تاني. انما لما اعمل متعدد الجرعات المالتي دوز دوت، بعد كده لو حصل في محافظه، انا اعتقد انه وزاره الزراعه والاداره المركزيه للمكافحه بيكون لها دور في مكافحه الافات الحقيقه في الموسمين، يعني بعد الموسم الصيف وبعد بالظبط كده مرتين في السنه. بالظبط كده، وحضراتكم لكم دور وتعاون مع الاداره المركزيه للمكافحه. تمام تمام يا فندم. احنا النهارده الحقيقه يعني كانت حلقه مهمه، قدمنا جرعة إرشادية وعلمية مهمة جدا لجميع المواطنين، علشان نعرف العقرب نتعامل معاه ازاي، الثعبان نتعامل معاه ازاي، الفيران نفس الحكاية، ونبرز دور وزارة الزراعة في هذا الموضوع، وبصفة خاصة لجنة مبيدات الآفات الزراعية. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا نتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الأستاذ الدكتور مجدي ويلسون، الأستاذ معهد بحوث وقاية النباتات قسم بحوث الحيوانات الضاره، ورئيس مكون مكافحه الحيوانات الضاره بزراعه. بشكرك جاي يا دكتور مجدي. انا اللي عاجز على الشكر، وده مكاننا ومنبرنا، واحنا بنوصل معلوماتنا من خلال هذه القناه اللي هي دي. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو يا فندم. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر
من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الثلاثاء القادم بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.